انشد يا قلبي غنوتك للجمال، وارقص في صدري من اليمين للشمال. ما هوش بعيد تفضل لبكرة سعيد، ده كل يوم فيه ألف ألف احتمال. عجب. مشاهدينا نحييكم من جديد. الشهداء لهم الكلمة الأولى، ودائما نركز على الشهداء لأن جماعة الإخوان تحاول أن تظهر أمام العالم على أنها هي الضحية. هم مجموعة من القتلة والمجرمين، كل مسيرتهم مسلحة، أيضا يقومون بتنفيذ بعض العمليات الإرهابية ويتخفون خلفها، لا يعلنون عنها لأنهم ينفذونها إسقاطا للدولة وللوطن وللجيش وللشرطة. طالب ثانوي في الفيوم عنده 18 سنة، محمد حسين، استشهد بسبب عنف جماعة الإخوان. سجلنا مع عائلته. مسيرات الإخوان كلها مسلحة، تقتل البشر وتقتل المواطنين. محمد بنصلي الجمعة والشط وجا الشطف واللي بيسألها حصلح العدة واجب على أبويا، بصيت ملقيتوش بقى نص ساعة ده في مظاهرات والأخوان بيموتوا، وتاني ما بصيت لقيت قال لي ده اتعور راح المستشفى، وتالته وش مش ميت من ساعتها ما عوش عليا تاني. ومنهم لله لا أزوج، ومنهم لله منهم لله لا أزوج. ابني كان واقف جنبي يوم الجمعة العصر وقال لي راح أجيب لك التحاليل وأجيب أصلح التلفون. يا ابني اقعد، قال لي ده أنا مش هغيب 10 دقايق. هو مشي من هنا ولقيت التلفون بيرن عليا وبيقول لي تعال ابنك رجله متعورة في المستشفى. فوجئت رحت المستشفى، فوجئت إن ابني في المشرحة وبيدوني الحاجات بتاعته. ملوش ذنب ولا جنية، 17 سنة ولا 18 سنة طفل، ملوش ذنب في اي شيء. رايح يجيب تحليل لابوه، رايح جوه البلد يجيب تحليل لابوه، ملوش في اي حاجه. ياخدوه غد الاخوان وفوه في مستشفى عرفه. المستشفيات دي معموله ليه؟ تعالج الناس ولا تموت في الناس؟ ايوه واقفين فوق المستشفى. اخوان مين ده اللي يعرفوا دين ولا مله ولا اسلام ولا من تاريخ الاسلام خالص؟ ده اللي بيطلعوا يتقتلوا في الناس عشان ايه؟ ده كله عشان ايه؟ الحكومه سايباهم ليه؟ اللي اتعمل فيه كده يتحرق في اعز ما عنده، فعز ما عنده كده يتحرق كده ويقول ايوه عشان انا حرقت وموتت طفل ملوش ذنب. رايح يجيب تحليل ابوه، مصلي وعبد ربنا وكان بيصلي كل وقت وفاته، ويجي يرقد على السرير لغايه ما يسمع الاذان ويروح يصلي. وكل جمعه ما كناش بنطلعه، الجمعه اللي كانت الناس كلها بتفرح بيها وتقول في الارض جمعه وفي السماء عيد، في الارض جمعه وفي السماء عيد. دلوقتي الناس بتخاف منها وبتقول يا ريت اليوم ده ما يجي. الولد يعني للاسف مات غدر اخوان وعنف اخوان، لان الناس ديت بامانه كده يعني قتله، والناس دي ناس غير حريصه بالمره على مصلحه المجتمع ده. الناس دي بقى توجهها عنف، الناس دي بعدت كل البعد عن اي اصلاحات او اي توجهات. حسبنا الله ونعم الوكيل في قسم الاخوان ومنهم لله. اللهم تغمده بواسع رحمتك وألهم عائلته الصبر والسلوان. طفل يعني ينتقل من الطفولة إلى الشباب، 18 سنة في الثانوية العامة، ملوش علاقة لا بالإخوان ولا بالسياسة ولا بالسلطة الانتقالية ولا بأي حاجة، ولكن مسيرات الإخوان المسلحة كلها معهم أسلحة، وبالتالي يتم قتل الأبرياء بهذا الشكل. الإرهاب أيضا لا يميز بين المسلم والمسيحي. توماس فكري أحد شهداء العملية الإرهابية في مديرية أمن القاهرة، وزي ما قلت لكم إنه جثث المسلمين والمسيحيين تتجاور.
الدماء حتى تلتحم مع بعضها البعض. الإرهاب لا يميز بين مسلم ومسيحي. والدي كان مخلص مدرسة وقال أنه رايح نقضي خدمة عسكرية، وراح يقضي خدمة عسكرية من مدة 5 شهور. ليه 5 شهور في مديرية الأمن أم القاهرة، وراح يقضي خدمة عسكرية عشان يطلع يشوف المستقبل بتاعه. وبعدين حصل اللي حصل ده هو، وجه اتصلوا بينا قالوا تعالى ده توماس متعور. قال تعالى توماس متعور. لما احنا وصلنا المركز قالوا لنا البقية في حياتكم. احنا وصلنا المركز هنا في صهاج، قالنا البه قال حسيت بنار في قلبي، نار في قلبي من ولدي منهم. يجيبوا لي حق ولدي منهم، هاتوا لي حقه يكونهم زي ما كوني. حرمونا منه ان شاء الله، يحرمهم من عيالهم ان شاء الله، ما يكسبهم ولا يربحهم ولا عندهم عمر. حرمونا منه. كان اخش يقول يا ستي ويطلع يقول يا ستي، كان اخش يقول يا ستي يطلع يقول يا ستي. حسب الله ونعم الوكيل. ذنب ايه يا اخويا؟ ليه بس يعملوا فينا احنا كده؟ ليه بس؟ حسيت اني ما حسيتش بالرجلية لما سمعت الخبر، قعدت نصرخ، حسيت اني حاجة طلعت من جسمك ده هو. ليه بس كده؟ حسب الله ونعم الوكيل فيهم. ان شاء الله يكفيهم زي ما كفونا، زي ما رجفونا يرجفهم. لقونا المر ان شاء الله يشربوا المر على عيالهم يكفيهم، زي ما شوونا يشويهم يشربوا المر. حسب الله ونعم الوكيل فيهم. كان رجل محبوب جدا جدا، محدش كان يشتكي منه خالص. لما هو استشهد في مديرية أمن القاهرة في الانفجار اللي حصل، حسيت الدنيا بلهاش طعم خالص، حسيت الدنيا مش حلوة خالص. هذا اللي هو يعني الحمد لله، يعني شكر ربنا أنه في المكان اللي هو فيه شهيد، خدم الوطن، خدم البلد، خدم مصر. وإحنا ما إحنا كنا فتنا مصر، مصر هم الدنيا، هتفضل هم الدنيا. ده الإرهاب لا يميز بين مسلم ومسيحي، أحد شهداء الحادث الإرهاب البشع في مديرية أمن القاهرة. إحنا طبعا بنركز على كل ما يتعلق بالشهداء وكل ما يتعلق بالعمليات الإرهابية لجماعة الإخوان. زي ما قلت لكم، الجماعة تحاول أن تظهر على أنها الضحية بينما هم مجموعة من القتلة والسفاحين. لابد أن نكشف كل جرائمهم ونحاول أن نوثقها ونجمعها ونحاول أن نقدمها للداخل وللخارج. تعالوا نشوف كمان في شبين الكوم مظاهرات الإخوان، وإزاي استخدموا الملوتوف والألعاب النارية وأتلفوا كمان معرضا للملابس في شبين الكوم. كان في تعامل ناس من جماعة الإخوان عاملين مظاهرات وعاملين حاجات، بيتعاملوا بالشماريخ والحاجات الألعاب النارية. رحنا عشان نتعامل معاهم. ناس منهم حدفوا ملطوف على المدرعة، المدرعة ولعت، من أهلي كلها كانت معانا الحمد لله. العارضين فاتحين وبيشتغلوا، فلقينا مظاهرة جاية من الصبية والحريم معاهم، وجوم قدام المعرض بدأوا الأول يولعوا في وسط الشارع، وبعدين لقينا جراكن بنزين بتترمى في الشارع وولعت مرة واحدة، وبعدين وقفهم محمد لم الرجالة بتوع المعرض، كنا بنموت. وقف الرجالة
قدام المعرض قال لهم ايه اهم حاجه ما حدش يعتدي على المعرض. وقفنا حموا الناس ان ما حدش يخش جوه المعرض، وبدا الشباب بتاع الامن يمسك الطفايات ويبدا اي ازازه بتترمى بداوا يطفوها، واللي ما بنلحقوش ولع العبايات جوه في المعرض. ناس الاخوان المسلمين الارهابيين دخلت دوت، وكانت اعداد كبيره، والافراد والاهالي اتعاملوا معاهم ورموا مولوتوف وولعوا في كاوتش وولعوا بعض حاجات في المعرض. كنا عايزين يولعوا الديزل، كان جنبه جاز ومواد حركه، فاحنا اتعاملنا بالطفايات، اتعاملنا معاهم وفرقناهم، وجت الشرطه. كانوا كان كتير، كانوا بتاع 500 واحد او 600 واحد، كان معاهم شماريخ حضرتك، وكان معاهم مولوتوف، جبنا احنا المولوتوف هنا، وازازة المولوتوف موجوده. ازازة المولوتوف يا حضرتك، يعني منظر يعني سيء للغايه، يعني الناس ما عارفش عايزه ايه من البلد. هم عايزين ينتموا من البلد ديت، لان البلد ديت اصلا ديت معتقل الاخوان، معروفه ان المنوفيه معتقل الاخوان في الجمهوريه. طيب، بعض مشاهد العنف التي تقوم بها جماعة الإخوان بالإضافة للعمليات الإرهابية المتنوعة، نحاول أن نوثقها ونقدمها للجميع. الكوبري المعدني اللي عاوزين يعملوه في شارع الهرم، واللي كنا عملنا مواجهة مع محافظ الجيزة الدكتور علي عبد الرحمن قبل كده، والحقيقة هو أبدى تصميمه على إنشاء الكوبري. إحنا بنقول إنه لما يبقى فيه شارع حيوي ومهم بهذا الشكل، لا يمكن ابدا انك تنشئ كوبري معدني. اولا هيؤدي الى تشويه الشارع في كل دول العالم. لا يمكن ابدا انك تلاقي مثلا فجأة كده في الشانزليزيه في باريس تلاقي فيه كوبري معدني حد يعمله، لا يمكن لا يمكن. لكن في كل شوارع العالم المهمة، أما يبقى عندك شارع مهم وشارع له خلفية تاريخية وثقافية، لا يمكن أبدا أن أنا أشوهه وما يبقاش فيه مصلحة تتعلق بذلك. لما قلت لمحافظ الجيزة أنه الحقيقة أنا شامم والتعبير مهذب حتى الآن، أنه في مصالح لما تنشئ كوبري معدني عشان مول تجاري خاص، يبقى هنا لازم أبقى شامم. للأسف هقول شامم ايه؟ هيغضبوا لو قلت شامم رائحة صفقات تعقد من تحت لتحت. لما يبقى الأهالي المحافظ بيخدم أهالي المحافظة، لما يبقى أهالي المحافظة غاضبون بشدة من إنشاء هذا الكوبري ويقول إنه مصمم. وبعدين كمان أنا علمت إنه الدكتور كمال الجنزوري طلب الملف وتحدث على اعتبار ان هو مستشار رئيس الجمهورية، لانه انشاء كوبري معدني على شارع حيوي وتاريخي ومهم من اجل مصلحة تجارية خاصة تتعلق بمول تجاري، لا، لازم اثير الاف علامات الاستفهام، ولابد ان نتصدى له، خاصة انه المحافظ بيقول ده احنا هنبنيه مؤقتا وبعد كده هنزيله. يبقى انت واثق ومتأكد انه بقاؤه بشكل مستمر غلط، وهتشيله لما يتم انشاء مترو الانفاق اللي معرفش يعني يمكن الانتهاء منها امتى، ممكن تطول المساله. تاني ذهبنا الى الاهالي في شارع الهرم وسالناهم عن تصميم محافظ الجيزه على انشاء هذا الكوبري المعدني. راجل مصمم انه ينفذ هذا الكوبري المعدني، مع غضب الأهالي وأيضا مع النقد الموضوع المتعلق شارع حيوي وتاريخي أعمل فيه كوبري معدني. خلاص بقى، من حق أي واحد، من حق أي محل أو أي منشأة في الهرم الآن إنها تطلب من المحافظ أن تنشئ كوبري معدني عشان يوصل الناس اللي في الجهة التانية للجهة اللي فيها المنشأة التجارية اللي فيها المحل، لأن المحافظ بيقول لي ده عاملينه على حسابهم. يعني لو طلب أي محل في شارع الهرم أنه ينشئ كوبري معدني على حسابه الخاص هتوافق؟ طب لو تحول شارع الهرم كله إلى مجموعة من الكباري المعدنية التي يمكن أن تشوه الشارع هتوافق؟ تعالوا نشوف غضب الأهالي بعد تصميم محافظ الجيزة على إقامة الكوبري المعدني من أجل عيون مشروع تجاري خاص. We'll be right back.
استمرارا للتجاوزات التي قام بها أحد المراكز التجارية بشأن إنشاء كوبري معدني على شارع الهرم، رصدت اليوم كاميرا 10 مساء ردود فعل المواطنين واستياءهم الشديدة من الأسلوب غير اللائق الذي صدر من محافظ الجيزة من عدم الاستجابة لمطالبهم بشأن إنشاء هذا الكوبري غير المرخص واللامبالاة المطلقة بنداءاتهم. ما زعمه السيد الدكتور محافظ الجيزة في المداخلة التي تمت يوم 12/1 مع الأستاذ وائل الأبراشي بزعم أن هناك موافقة من جهاز التنسيق الحضاري، فهذا كلام عاري من الصحة ولا أساس له، فإن جهاز التنسيق الحضاري تم مخاطبته من قبلنا نحن سكان شارع الهرم، فأرسل إلي رد يوم 14/1 بيقول لي أتشرف بحضرتكم بأنه لم يصل إلى الجهاز القومي للتنسيق الحضاري حتى تاريخه أي طلبات من محافظة الجيزة بشأن إقامة كوبري معدني على شارع الهرم. وهذا الكوبري معمول عشان خاطر عمل سوبر ماركت، وهذا عقنا إحنا كسكان شارع الهرم، وهذا ما ينفعش، لأن هناك تحت أي كوبري بيتعمل أو كباري من قبل هناك كباري تحتها ناس عشوائية وباعة جاهلين وصيع وأرباب سوابق، إحنا ننزل إزاي من بيوتنا ونطلع إزاي؟ هنفترض سيادة المحافظ ساكن في الشقة دي، ارتفاع الكوبري ده 5 متر من سطح الرصيف بتاع شارع الهرم، فما ينفعش حتى لو نفترض الناس دي حسنت النية وهتعدي الكوبري، برضو عينه هتجيب وهتجرح خصوصية الناس اللي داخل جوه الشقة، فما ينفعش. أنا عايز سيادة المحافظ يتخيل نفسه هو ساكن في المستوى ده، لو تم إنشاء الكوبري ده هيبقى دليل على إن الفساد موجود، والفساد أقوى من أي حد موجود في الدولة كلها. عبر المواطنون عن غضبهم بأن هناك تواطؤا لصالح فئة معينة، وأنهم لن يسمحوا بأي حال من الأحوال بأي تعد أو استهانة بهذا الشارع الذي يعد معلما حضاريا من معالم حضارة مصر سياحيا. ووصفوا ما يحدث من تجاوز ما هو إلا تشويه وفساد بين وإهدار للمال العام. إيه مصلحته في أنه يعمل أعمال تتعارض مع مصالح سكان شارع الهرم؟ يعني هو بيعمل لنا تكدس مروري زايد في شارع الهرم عشان يوقفوا أكتر ما هو واقف. إحنا بنعاني هنا في المروح والمجي من المواصلات ومن التكدس العربيات. المحافظ بدل ما ينظف اللي قدام، وده شارع سياحي وشارع حضاري، بدل ما ينظف البهدلة اللي قدام دي جاي يجيب لنا سوق ويجيب لنا قزارة ويجيب لنا بياعين ويجيب لنا بلاوي زرقاء تحت بيوتنا. العمل ده مخالف جدا لشارع الهرم، أول النسق الحضاري وشارع حضاري لشارع الهرم، فده مخالف لكل حاجة، طبيعة والشارع والسكان وكل حاجة الحقيقة. يعني كوبري عشان يعدي شارع الهرم ده تشويه أساسا لشارع الهرم، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، لو الحركة السياحية اشتغلت والمناظر اللي هتبقى تحت الكوبري اللي كلنا عارفينها بتبقى شكلها ايه، متهيألي يعني مش منطقي اطلاقا. يعني اغلب شارع الهرم كله معترض، وبعدين دي منطقة سياحية، ازاي يعني يشوه المنظر ده؟ احنا بنقول ننظف مش نبوظ المنظر. وبعدين اكيد يعني معلش المحافظ انا هشتكيه، انا هقدم فيه شكوى، ازاي موافق على حاجة زي كده؟ المفروض ينظف مش يبوظ المنظر. هكذا تعالت أصوات الأهالي مطالبين ومناشدين المسؤولين بسرعة وقف هذه التعديات الواضحة والتي عبروا عنها سلفا بأنها مهزلة واستهانة بحجم المشكلة. هنعتصم قدام المحافظ، هنعتصم قدام مجلس الوزراء، هنقدم للسيد رئيس الجمهورية، جميع الهيئات كلها هنرفع الأمر ونصعده، لأن هذا الأعمال تتم بدون أي موافقات وبدون رضاء المواطنين. يبقى السؤال الآن، هل ستكون هناك حلول جذرية من أجل مصلحة المواطن والحفاظ على حضارة الشارع وحيويته، أم سيلقى بنداءاتهم عرض الحائط؟ شيماء أبو المكارم، 10 مساء. طيب يعني مش هنسيب هذه القضية، البعض هيقول هي كوبري معدني، لا القضية مش كده، لأنه خلاص إذا من حق أي مواطن أن ينشئ كوبري معدني على هواه خلاص هي دعوة للجميع طالما على حسابي، لكن لما يبقى يعني زي ما الناس بتتكلم خلاص، الناس حتى بتتحدث عن أنه إذا في تصميم على إنشاء ده يبقى فيه فساد أو في صفقات. كمان لازم نوضح ده للناس كلها بكل شفافية، المحافظ في خدمة الأهالي، فلما تلاقي الأهالي غاضبون بهذا الشكل أنت مش في خدمة المول التجاري، انت في خدمة الاهالي. هتقول ان انتوا عايزين تطفشوا المستثمرين، يعني هو المستثمر
جايب الكوبري المعدني، يعني كل مستثمر من حقه الآن إنه إذا هو على اليمين فلازم يعمل كوبري معدني عشان يجيب الناس اللي على الشمال لليمين، وإذا هو على الشمال كل بقى مستثمر وكل صاحب منشأة تجارية يعمل كوبري معدني في أي مكان وفي أي شارع. لا يحدث ذلك إلا في مصر. تعالوا نشوف إشعال النار في فيلا دكتور علي مصلحي وزير التضامن الاجتماعي الأسبق. ذهبنا إلى هناك اليوم وصورنا، خاصة أنه كان معنا بالأمس على الهاتف واتهم جماعة الإخوان بإشعال النار في بيته. يجي هنا عشان يكسر الفيلا او يحرقها او يعمل لنا مشكله، فتح الباب الشباك دي من هنا كده وكسر الشباك دي بحديده وطلعوا وعملوا الاجرام اللي انتوا شفتوه سيادتك ده، بس اللي انتوا شايفينه كده وخلاص على كده. يعني انتوا هتصوروا وتشوفوا انتوا. دي تاني مره يعملوها، مره قبل كده ودي التانيه. هم ولا خدوا حاجه، مش باخدوا حاجه. هم يجي يولعوا ويسرقوا ويولعوا ويعملوا اللي انت شايفه دي كده، لان الدكتور علي يعني كان هو فرض لروحه ضد الحزب كليته في الانتخابات، كان جايب 157,000 صوت والحزب كله كان جايب 170,000 صوت بالتزوير. طبعا رجاله مرسي بقى وزي ما انتم عارفين بقى ست. كل هيتنا مفزوعين من الحدث اللي حصل لاهل ابو كبير ولرمز الدكتور علي ولرسالة احنا ما نعرفش وصلنا جاية لإيه. الإسلام نهى عن هذا الحرق والدمار الذي يحدث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم ممن فعل هذه الأفعال، سواء في القتل أو في الحرق، لأن احنا مش قادرين ننتهم من الذي يفعل، علشان الاتهام حبه باطل. لكن احنا بنقول على كل واحد نفسه تدنيه إلى فعل خسيس يتراجع، لأنه سوف يحاسب أمام الله سبحانه وتعالى. والإسلام دين ترفع عن هذا كله، الإسلام دين أخلاق. هذا الرجل عهدنا فيه دايما الصدق والأمانة، ودايما متواجد بين أهل الدايرة بتاعته، ودايما موجود في أبو كبير، دايما كل جمعة وهو في عز مشغولياته وفي الوزارة كان بينزل وبيقدم الخدمات. لم نتوقع أن يحصل مثل هذا الحدث، وذلك لأن أيام الثورة كان حصل قبل كده برضو حادث سرقة نفس الفيلا في نفس المكان، واللي حصل ان هم دخلوا عشان يسرقوا ويشوفوا فيه مستندات بنحرقها. وطبعا الحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى ان احنا ما بنعملش الحاجات اللي هم بيدعوا بيها دي. طول عمر الدكتور علي فيه الخير الكامل. اللي انحرق دي 52 قدام سعادتك 52 مكنة جاية لليتامى والناس اللي هي على الجد، 250 بطانية اتحرقوا فوق، كتاب الله قدام سعادتك زي ما انت شايف قدام سعادتك، دي كتاب الله. فين الرحمة بتاعت المسلم اللي هو يجي يحرق ويخرب؟ انتقم منهم اللي ظالمين اللي عملوا كده، المفسدين اللي عملوا كده. وحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللي عمل فيك كده يا دكتور علي، الدكتور علي بيعمل خير وبيعمل خير للناس كلها الغلابة. طبعا دكتور علي مصلحي وزير التضامن الاجتماعي الأسبق كان معنا على الهاتف واتهم جماعة الإخوان، لأنه في كمان منافسة انتخابية مع مرشح الإخوان في الانتخابات، يعني في زيول في الخصومة السياسية، بالإضافة أنه قال أنه سيخوض الانتخابات النيابية القادمة. طيب في تونس الحقيقة لما النهضة، وهي النهضة هي إخوان تونس، يعني لما تقيم مؤتمرا للاحتفال بولادة الدستور الجديد في تونس ماشي، لكن لما تضع شعارات رابعة على المنصة أعتقد أنه المسألة هنا تقتضي تدخلا،
لأنه النهضة هنا تتدخل في شؤون تونس الداخلية. هيقولوا زي ما بيقولوا في كل مرة لمصر إنه النهضة مش الحكومة وإنت تحاسبنا على الموقف الرسمي، لكن النهضة وراشد الغنوشي تحديدا يتدخل في رسم السياسات التونسية. نشوف تاني المنصة هتلاقوا عليها شعار رابعة تحت أهو اللي فيه العلامة الصفراء، وفي شعارات كثيرة أيضا اللي عليها العلامة الصفراء. أنت هنا بتقحم نفسك في شؤوننا الداخلية، ولا يجوز أنك تقول أصلنا مش مسؤول رسمي. لا، راشد الغنوشي أحد الذين يضعون السياسات الرسمية في تونس. لا يمكن أبدا ألا نحتج، حتى الآن لم نحتج، وحتى الآن ما قلناش حاجة، سواء ما فعله راشد الغنوشي في مؤتمر ديفوس حينما تحدث عن الانقلاب في مصر. يعني أنت مالك، خليك فيما يحدث في تونس. ده حتى هو عامل تصريحات من يومين قال إن احنا استفدنا من الوضع في مصر وعملنا حكومة مستقلة لا علاقة لها بالأحزاب. طب خلاص، يبقى أنت عارف كويس قوي إن الإخوان ارتكبوا جريمة الاحتكار ومحاولة الأخوانة بشكل كبير، وبالتالي أنت بتتفادى ما حدث في مصر عشان ما يحصل لكش اللي حصل في 30/6. يبقى معنى كده أنك بتتفادى أخطاء وخطايا الإخوان، ومع ذلك حاطط شعارات، تضع شعارات رابعة على منصة الاحتفال بالدستور الجديد. قبل ما نطلع فاصل عشان المناقشة التي نوهنا عنها، أيضا إعلاميون من أجل مصر بالإضافة لمؤسسة عصمة يحيى للثقافة والفنون قدمت مجموعة من الجوائز للإعلاميين الذين تصدوا للإخوان. أيضا بقول أنه أي جائزة ليست لمقدم البرنامج، الجائزة لصناع هذا البرنامج. الجميع من كل واحد بيشتغل في برنامج العاشرة يتحمل عبئا كبيرا، وأيضا هو الذي يستحق الجائزة. الجائزة هي لصناع العاشرة. أهم مقدمة برامج صباحية الإعلامية أماني الخياط. قد ايه فريق عمل صباح اون قدر يوصل وقدر ينقل يعني وجبه صباحيه مختلفه وطازجه، ودي اكتر حاجه بتشكل كانت بالنسبه لنا تحدي. الحياد في مثل هذه اللحظات المصرية والحازمة خيانة. الحياد لا يمكن أبداً أن نطالب بالحياد ونحن نواجه حرباً حقيقية في مواجهة الإرهاب المسلح، بالإضافة إلى أنه لما يكون الوطن في كفة والعصابات المسلحة في كفة علينا أن ننحاز للوطن. أنا كل اللي أنا عايزة أقوله بس إن مش إعلاميون بس هم اللي من أجل مصر، كل حد عايش على أرض مصر كبر وتربى وعايش في غيرها كله هيكون من أجل مصر. معتقدش إن مفيش حد من الموجودين دلوقتي أو من اللي هيشوفنا على شاشات التلفزيون ما بيحبش مصر. كابتن خالد الغندور، أحمد برنامج راضي عن 2013. يا
يعني الجائزة نهديها لصناع العاشرة بعد الفاصل. مواجهة تتعلق بالاستقالات الكثيرة والمتعددة من أعضاء في التيار الشعبي الذي يقود ويتزعمه الأستاذ حمدين صباحي. لماذا قدموا استقالتهم؟ قدموها احتجاجا على بيانات التيار الشعبي، خاصة البيان الأخير الذي ندد بالقوات المسلحة والذي اتهم الجيش بإقحام نفسه في الحياة السياسية.